لكن هنعرف من مدير الفريق الكابتن مطر الصهباني علشان نتكلم معاه اكتر على فريق العين. كابتن مطر، برحب بحضرتك على قناه الاهلي. مرحبتين اخوي عمر، مرحبا بالساعه، اهلا وسهلا فيك. طبعا في البدايه بنبارك لحضرتك تاني وتالت ورابع بصعود نادي العين للمباراه النهائيه في كاس العالم للانديه، مواجهه صعبه جدا جدا جدا، لكن مشوار نادي العين كان مشوار صعب يستحق ان هو يكون موجود في المباراه النهائيه. لكن عايز اعرف من حضرتك اخر الاخبار الخاصه بنادي العين قبل المواجهه المرتقبه بكره ان شاء الله امام ريال مدريد. صحيح، مثل ما تفضلت اخوي عمر، المباراه اكيد تكون مباراه قويه، مواجهه اكيد صعبه، لكن ان شاء الله ما يصعب على فريق العين المباراه الختاميه. مثل ما تفضلت المباراه اكيد لما انت تفوز المراحل الاوليه والثانيه والسيمي فاينل وتوصل للنهائي اكيد بتكون المعنويات مرتفعه، اكيد بيكون عندك الاراده قويه، اكيد عندك الاصرار على اساس انك تكون تطلع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله باذن الله. فريق ريال مدريد الكل يعرفه فريق عالمي، فريق قوي وكل شيء، لكن كره القدم في النهايه ما بتعترف الا مع صفاره الحكم. اتمنى من اخواني اللاعبين انهم يادون بنفس الروح العاليه بنفس الاصرار. انا ما اخفي عليك اخوي عمر، يعني قبل البطوله ما حد كان يتوقع ان العين بيوصل للنهائي، الكل كان ينتظر فريق العين وين بيوصل، لكن الحمد لله رب العالمين، عزيمه الرجال طبعا بقوه الاراده والاصرار والعزيمه اخوان اللعيبه قدروا يوصلون للنهائي، ان شاء الله نتوج مع هذا المجهود نتيجة طيبه باذن الله، لكن النتيجه في النهايه الكل يعرف انها بعلم الغيب. لكن اللي اشوفه قدام من بعد مباراه نصف النهائي اللعيبه ما يحتاج ان اي شخص يجي يكلمه، خلاص مباراه ختاميه، مباراه فيها انك تكون بطل للانديه في العالم، ما يحتاج اني انا كمدير للفريق اجي اتكلم مع اللاعبين، انا هاي وجهه نظري. الاستعداداتنا يعني طيبه الحمد لله رب العالمين، الجميع متواجد في ارضيه التمرين حاليا من حارس المرمى لغايه المهاجم، الكل متواجد. نتمنى ان شاء الله نطلع بصوره مشرفه ونفرح ان شاء الله جميع العرب باذن الله، وايضا فرحة الوطن عندنا هاي روحها في المقام الاول. كابتن مطر، عايز اسال حضرتك على المواجهه الاولى امام فريق ويلينغتون النيوزيلندي 3-0 ل 3-3 ثم فوز مستحق النادي العين، هل دي كانت انطلاقه نادي العين الحقيقيه اللي كانت سبب في وجود نادي العين في المباراه النهائيه تفوق بعديها على نادي الترجي التونسي وايضا على فريق ريفر بليت الارجنتيني؟ مثل ما تفضلت يا عمر، يعني فعلا يعني انطلاقتنا هي من بدايه الشوط الثاني من مباراه ويلينغتون، لان المدرب قبل المباراه يعني كان الحديث اللي يدور بينه وبين اللاعبين ان لابد ان نستخدم نفس اسلوب الخصم، لان اكيد بيكون داخل بقوه، بيكون داخل بسرعه، فالمفروض ما نعطيهم اي فرصه على اساس يتمكنون من الفريق. فبالعكس الكلام هذا اعتقد انه ما كان واصل صح للاعبين. لهذا السبب الفريق كان يعني نتيجه الشوط الاول كانت 3، قدرنا ان نخطف في اخر الشوط الاول هدف، لكن بين الشوطين كان هناك كلام قاسي من المدرب للعيبه بتذكيرهم في المحاضره اللي كانت تسبق المباراه. فعلا قدرنا ان نغير مجرى المباراه ونكسب المباراه عن طريق ضربات الترجيح، لكن اعتقد ان الفريق قدم مستوى عالي اثناء المباراه. مباراه الترجي يعني كانت خطه المدرب كلها مبنيه، طبعا نحن شفنا الترجي، شفنا مباراته في القاهره وشفنا مباراته في تونس. تمام. كانت الخطه المبنيه ان ما تعطي فرصه للخصم ابدا في استلام كره القدم. يعني لازم تعمل عليه ضغط عالي. فهذا اللي كان يقوم المدرب، وايضا يعني اعتمد على حسين الشحات واعتمد على سايو في المقدمه بالنسبه للسرعه الموجوده لديهم. فاعتقد ان الجميع يعني في المباراه هذه ادى ما عليه، لان وفاجانا فريق الترجي بالهدف الاول، اعتقد هو اللي اعطانا اريحيه ان قادرين نتمكن في المباراه، نسيطر على المباراه. فقلت لك مثل ما خبرتك ان الضغط العالي اللي كان يقوم باللعيبه، لان لما شفنا مباراه
الاهلي الثاني مع الترجي بتونس كان فريق الاهلي ما يعمل الضغط العالي على لعيبه الترجي، فهذه كانت يعني توجيهات المدرب ان لابد تعمل عليهم ضغط عالي قوي، يعني باقل شيء 2-3 لعيبه هم يعملون الضغط. فالنتيجه في النهايه تفاجأ فريق الترجي، فريق العين اعتقد هو كان يمكن نازل ومعتقد ان المباراه بتكون لصالحه، لكن تفاجأ بالجول الاول والجول الثاني، وتفاجأ ايضا ان ما حصل اي فرصه في المباراه ان يعود فيها. هذه يعني مجريات مباراتنا مع الترجي، اما مباراتنا مع ريفر بليت اعتقد ايضا نفس الروح العاليه والاصرار اعطتنا دافع قوي من بعد مباراه الترجي ان ما في شيء نخسره، ليش ما نلعب نحن بنفس المستوى ونقدم المباراه. ففعلا اللعيبه يعني كان مردودهم قوي من خلال مباراه ريفر بليت، فقدرنا نرجع للمباراه بعد ما كنا مسجلين هدف. الفريق الارجنتيني قدر انه يخطف هدفين، لكن قدرنا ان نحصل على هدف التعادل، ولو ان كانت لنا ضربه جزاء، وايضا اعتقد ان هدف الشحات كان هدف صحيح، لكن هاي مجريات المباراه حصلت بالطريقه هاي، وصلنا لركلات الجزاء. بعدين لا تنسى ان لعبنا المباراه الاوليه فيها وقت اضافي، وكانت مباراه قويه، ايضا مباراه الترجي كانت مباراه قويه، كان هناك يعني يعني كنا نتمنى ان شاء الله ما تخوننا لياقه الفريق من خلال المباريات وصولنا لضربات الجزاء. ايضا مباراه الفريق الارجنتيني وصلنا للوقت الاضافي وضربات الجزاء، فكان هناك ايضا تخوف من المدرب ان في الوقت الاضافي مع الفريق الارجنتيني ما تسعفنا اللياقه، لكن لو كنت تسمع بامانه اخوي عمر يعني بين الشوطين قبل دخولنا في الوقت الاضافي، لو كنت تسمع اللعيبه وروحهم المعنويه العاليه وكلامهم بين بعضهم بعض، يعني نحن كاداريين رجعنا للخلف لما سمعنا اللعيبه يتكلمون، لان هذا فرصه بالنسبه لهم، فرصه العمر، لان اليوم اللي بيلعب ما بتتكرر له الفرصه ثاني مره اعتقد. فالحمد لله رب العالمين قدرنا نتجاوز من خلال ركلات الجزاء وتصدي خالد عيسى الركله الاخيره، وصلنا للمباراه النهائيه. هاي بحد ذاتها يعني تاريخ ينحسب لفريقنا ان نوصل اول مره نشارك ونوصل للمباراه النهائيه، اعتقد هاي تاريخ لنادي العين. ما في شيء المباراه الختاميه بكره ما في شيء نخسره، نحن نطالب بس اللعيبه يلعبون بنفس مستوى المباريات الثلاث اللي قدموها، وفي النهايه النتيجه من عند الله سبحانه وتعالى. كابتن مطر، اخيرا عايز اعرف راي حضرتك في مستوى حسين الشحات ويحيى نادر والتالق الكبير اللي بيأدوا بيه اخيرا مع نادي العين الاماراتي، سواء في بطوله الدوري لكن بالاخص في كاس العالم للانديه. يعني شوف، ما تقدر تختلف على حسين الشحات ابدا، ما حد يقدر يختلف على حسين الشحات من مستواه فيما يقدم وقاعد فيما يقدمه، وايضا اللاعب الشاب يحيى نادر، لكن انت اكيد يعني تبون اكثر ايضاح عن حسين الشحات. انا عارف حسين الشحات من افضل اللعيبه اللي جتنا حاليا كمستوى كرقي في تعامله معانا، او ايضا حتى من خلال وجوده مع اخوان اللاعبين في الملعب. اتمنى ان شاء الله حسين بكره يوفق، واتمنى ان شاء الله انه يحرز اول بطوله عالميه مع اخوان اللاعبين بكره ان شاء الله، مع اخوان اللاعبين في النادي. حسين الشحات ويحيى نادر في قمه التركيز، في قمه الاداء العالي، في قمه التواضع معانا صراحه، انا اقول لك اياها بكل امانه كمسؤول كمدير للفريق مع الفريق، يعني انا تعاملت صار لي 18 سنه في اداره الفريق الاول، لكن باخلاق حسين باخلاق يحيى نادر، يعني هذا اللاعب اللي انت تتمناه دائما يكون متواجد معاك في فريقه. فاتمنى ان شاء الله لهم التوفيق، واتمنى لهم ان شاء الله النجاح مع الفريق بكره باذن الله، ونحقق المرجو باذن الله، وفي النهايه مثل ما قلت لك النتيجه في الغيب ان شاء الله، لكن نتمنى ان الاخوان اللعيبه يؤدون ما عليهم، وفي النهايه وصلنا للتاريخ، هذا الاهم. كابتن مطر، تحياتي لحضرتك ولحسين الشحات وليحيى نادر ولكل فريق العين، واكيد كلنا هنشجع نادي العين بكره ان شاء الله، وان شاء الله هنكلم حضرتك تاني بعد المباراه النهائيه علشان نبارك لنادي العين بفوزه بالميداليه الذهبيه وببطوله كاس العالم للانديه، وتكون كمان اول بطوله عالميه لفريق العين وللعيبه المصريه. بشكرك شكرا جزيلا
كابتن مطر الصهباني مدير الفريق نادي العين الإماراتي، وكانت مكالمة مهمة جدا علشان نطمن بيها على الفريق العين، الفريق الشقيق اللي إن شاء الله يكون مواجهة قوية جدا بكرة مع ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية. إن شاء الله كلنا نتابع المباراة، المباراة هتكون ساعة 6:30 بتوقيت القاهرة. كمان بكرة هيكون الساعة 3:30 مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع ما بين كاشيما أنتلرز الياباني وريفر بليت، هيكون من الساعة 3:30 المباريات شغالة، ده غير بقى الدوري الإنجليزي وغير الدوري الإسباني والإيطالي هنتكلم معاكم. لكن يعني خلصنا كأس العالم للأندية.